زيارة معالي الوزير العدل لمحافظة البصرة، الدوائر المعنية بوزارة العدل يعني ما قدمت الحكومة المحلية وأيضا إن شاء الله الخطوات المقبلة. تنسيق عالي شفت اليوم حتى مع رئاسة استئناف البصرة، أنه التنسيق العالي والتكاملي ما بين الدوائر العدلية والدوائر القضائية والمحافظة لإكمال كثير من البنايات لخدمة أهالي البصرة. الآن هذا الخبر لك يعني قبل المطار هنا، أنه تم التنسيق بفتح دائرة كاتب عدل في أم قصر ودائرة تنفيذ في صفوان وكاتب عدل أيضا في الفاو ومنفذ عدلي أيضا في السيبة في ناحية السيبة، لأن هذه المناطق بعيدة، طبعا تعرف شمال البصرة أيضا موجود بها، هذه المناطق بعيدة عن المركز، لذلك أنه الآن معالي الوزير بالتنسيق مع أستاذ عادل في رأس استئناف محكمة البصرة والمحافظة ستفتح هذه الدوائر. البنايات المهمة اللي نحتاجها في 5 مواقع ممكن أنه في مركز المدينة وفي شمال البصرة وفي غرب البصرة يعني الزبير وأيضا في الفاو وشط العرب، هذه البنايات إن شاء الله ستدرج ضمن الموازنة القادمة لتكون لخدمة أهالي البصرة. هذه البنايات راح تفتح ذكرت أستاذ المحافظ، هذه مباشرة هذه ستشغل جزء من البنايات المحاكم الموجودة بعد استحصال موافقة السيد رئيس مجلس القضاء العالي.